نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، الجبهة التي طوقت فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبية الميليشيا الحوثية في سلسلة جبل البلق الشرقي الذي يبدو خلفنا وقد تجاوزناه بعدة كيلومترات. وجهتنا صنعاء، والآن الأوان لمأرب أن تقول لصنعاء أرسلت لك جنود أولو قوة وأولو بأس شديد سيطرقون أبوابك الثمانية وسندخل من أيهما شئنا بحول الله وقوته. سرايا التحالف له دور كبير وهو كلمة سر هام في المعارك التي تجري على مختلف الجبهات، ليس فقط في مأرب وقبلها شبوة والبيضة وكذلك الجوف. هناك استهداف لأي تجمعات ومقتل للكثير من القيادات الحوثية أثناء اجتماعاتهم في سواء في مختلف الجبهات والمحافظات. الجبهة الجنوبية لمأرب تشهد تطورات كبيرة وانتصارات كبيرة تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة، هذا بالتزامن بالطبع مع طائرات أو قيام طائرات التحالف باستهداف تمركزات وتجمعات وأطقم حوثية في على طول مسرح العمليات القتالية في الجبهة الجنوبية لمأرب. تجري أيضا عملية الترتيب لمواصلة العملية العسكرية حرية اليمن السعيد التي تقوم بها الآن ألوية العمالقة الجنوبية بعد سلسلة غارات شنها طيران التحالف بشكل متواصل على مديرية ناطع وكذلك السوادية وأيضا مناطق تحاول ميليشيات الحوثي أن تكون أماكن تمركز أو منصات لإطلاق الصواريخ.